السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل عليكم جميعا، يا رب الناس كلها تكون بخير، واهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم اخوكم علي النبراوي من داخل مزرعة A&D. ان شاء الله النهاردة موضوعنا هيكون عن حمامة جميلة جدا، وهي جيرمان بيوتي هومر، او الحمامة الالمانية الجميلة. بس قبل ما نبدأ بالفيديو، اتمنى ان انت تعمل لايك للفيديو علشان تدعم القناة، واتمنى ان انت تعمل اشتراك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش، علشان القناة لسه جديدة ومحتاجة دعم. نبدأ ان شاء الله ونتكلم عن الحمامة الالمانية الجميلة، او الجيرمان بيوتي هومر. هو ده اختصارها، جيرمان بيوتي هومر، حمامة المانية جميلة. دي زي ما قلنا منشأها، دي اتنشأت مثلا او يعني بدايتها كانت في المانيا. دي ابتدوا فيها من زمان قوي، من ايام الحرب العالمية، ايام هتلر. ابتدوا يظهر اختلاف في الحمام الزاجل، ويظهر طفرة في الحمام الزاجل. ابتدوا يحتفظوا بالطفرة دي، وابتدوا يطوروها ويشتغلوا عليها. مع الوقت ابتدى يظهر لنا حمامة المانية جميلة. طيب نيجي نقف عند النقطة دي ونركز شوية. الحمامة دي اصلها زاجل، زيها زي اصل حمام كتير، بيبتدي ان هو يتطور مع الوقت، والناس تشتغل على تثبيت المواصفات لحد ما تعمل باب ثابت. طيب معنى كده ان في مستويات، ومعنى كده ان في دايما في تطوير للمستوى. يعني كل سنة هتلاقي حاجة بتظهر اجدد من السنة اللي قبليها. ده سبب من اسباب ان الناس تقول لك السعر بيقع ليه. او الحمامة دي ناس كتيرة جدا ربوها في مصر، كتير جدا جدا جدا، انتشرت فوق ما تتخيل. بس ناس تقول لك ما اعرفش ابيع بزغاليل، او ما اعرفش ابيع الزغاليل بسعر كويس، او بسبب حاجة من الاثنين. انت ما بتعرفش تبيع زغاليل ليه؟ لان الزغاليل اساسا المفروض الحمامة دي بتكون ما اكتملش جمالها الا بعد ما تخلص ريش وتبتدي تشتغل. فانت مش هتقدر تحكم على المستوى الا لما الحمامة تكبر. فهي عايزة صبر علشان تكون اسم، علشان تبتدي ان انت تكون عارف المواصفات وعارف انت بتبيع ايه. طيب ناس تقول لك ما بقاش بيجيب سعر، او السعر ضعيف والمستوى كويس. لا، هو المستوى مش هيكون كويس، المستوى هيكون فوق المتوسط، اللي هو يدوبك لا وحش ولا حلو، مستخبي. يعني في مستويات هنشوف مع بعض برضو في الفيديو ده، شوية مستويات كده بسيطة هنعرف نفرق ما بينها وما بين، يعني ما بين المستوى العالي وما بين المستوى الضعيف. طيب الحمامة دي برضو من الحمام اللي هو فرخه ممكن يفرخ احسن منه، ممكن يفرخ اقل منه، على حسب الدم وعلى حسب التركيبة اللي انت عاملها. طيب ايه هي مواصفات الحمامة الالمانية الجميلة؟ علشان نخش في الموضوع على طول، هنشوف مع بعض حمامة دلوقتي او شابة، ونبتدي ان احنا نحكم عليها، او نبتدي ان احنا نعرف المواصفات بتاعتها بالتفصيل. اول شيء في الحمامة دي، يعني هي ده شكل الحمامة البيوتي هومر. دي لسه شابة صغيرة، عندها مثلا بتاع شهرين ونص ولا حاجة، مش كبيرة. طيب الهومر زي ما قلنا كده، الزغاليل بتحلو جدا وتتحول بعد ما تكبر وتقف وقفتها المظبوطة. يعني الزغاليل معظمها ما بتقفش الوقفة القريبية بتاعت الهومر. يعني الهومر اول علامة فيه، يعني لو جينا مشيناهم كده هتلاقيهم ماشيين وديلهم لفوق. بص، ديله لفوق، ديله برضو لفوق. طبعا لما يكبروا شوية يبتدوا يظبطوا الدنيا، وعمرهم يكبر هيبتدوا ان هم ايه، يظبطوا اكتر ويمشوا ويقفوا وقفة مظبوطة. طيب تاني حاجة، طول الرجلين، الرجلين بتكون طويلة، الرجلين بتكون طويلة، والرقبة طويلة تخينة من تحت تدي لرفع من فوق. ده كمان زغلول لسه ما فكش ريش. العظم، الدماغ زي ما انتوا شايفين كده، العظم لافف نسبيا، ما يبقاش مستقيم. الصدر مرفوع زي ما قلنا. الديل قصير، يعني الديل، مسافة الديل هي والجناح، يعني اخر الجناح اهو سنتي ديل، يعني يكون الديل ازيد من الجناح بسنتي، ومرفوع لفوق كده.
العلامة دي كده، مش كده، لا كده. تاني حاجة الفرد بيكون دايما ايه واقف كده زي ما انتوا شايفين كده منصوب، يعني ده زغلول لسه لما يكبر هيبتدي يتطور ومستواه يحلو. زي ما احنا شايفين كده دول شابتين بنتين نفس العمر تقريبا. لو جينا بصينا كده هنلاقي واحدة طولها اطول من التانية، بص الرجلين عندي، بص الرقبة، طبعا ده يميز يعني ايه دي تبقى احسن من دي. ليه؟ مرتفعة اكتر، ان شاء الله لما تكبر هيبقى جسمها اظبط. لو ديلها صغر اكتر من كده كده ايه يعني عايز يقصر سنة، ممكن مع القلش يقصر، ان اهاليها احسن من كده يعني. هي الفكرة، بس انا عايز اوضح حتة المستوى في اقل من كده. انا هجيب لكم فردة اقل من كده برضو عشان الناس برضو تعرف المستويات في الهمر بتمشي ازاي. ديت برضو نفس العمر، بس بصوا العظم عامل ازاي، رفيع من قدام خالص، بصوا بصوا الفرق. انهي احسن؟ البيضة طبعا احسن من الزرق. طيب بص هنا نفس الكلام، البيضة احسن من الزرق. ليه؟ العظم برضو زي ما شفنا كده لازم أن يكون مقبي ومحمل، او مايل للابيان كده ومحمل. العينين في وسط الدماغ كده، مفيش مسافة كبيرة بينها وبين العظم. طبعا الدماغ دي محتاجة فيها مواصفات كتير، ليها فيديو لوحده، بس انا عايز اوضح الايه اختلاف الاسعار في الهومر بسبب المواصفات. وطبعا ما بين دي وما بين دي هتلاقي مستوى اعلى ومستوى اقل، فلازم أن تكون فاهم في الباب ده وربيته من البداية. عرفت المستوى المتوسط في المستوى الاعلى فالاعلى فالاعلى. ليه؟ ان كل حاجة سعرها بيزيد مع مستواها لما بيزيد، وبيقل لما مستواها يقل. ولازم ادي حاجة جامدة لحاجة جامدة، او حاجة مستوى محترم لحاجة مستوى محترم، علشان اخد فرخ كويس. طبعا في ناس تقول لك في هومر ستاندرد وفي هومر اوفر. اللي احنا بنشرحه ده الستاندرد. الاوفر ناس كتيرة بتهتم بالعظم، يعني تقل العظم، مش بينسوا بقى بقية المواصفات اللي هو طول الرجلين، قرابية الجسم، طول الرقبة، الرقبة تخينة من تحت طويلة لفوق، الدماغ، الكلام ده كله بينسوه مجرد ما هم يشوفوا العظم المحمل بس، يبتدوا يحكموا على العظم والطول بس وخلاص. هو لازم دايرة متكاملة كده عشان تخش معرض وتكسب. تبتدي ان انت تحافظ على المواصفات كاملة. طبعا الاوفر ليه عشاق وليه رونق برضو في الحمام، بس في المعارض بيستقصى. ليه؟ لان هو تعدى حدود الجمال كده. اكون حاولت على قد ما اقدر اوصل لكم شرح جيرمان بيوتي هومر او الحمامة الالمانية الجميلة بطريقة سهلة من غير تعقيد. تبقى عارف المستوى الصعب او المستوى السهل بيكون عامل ازاي، والصعب بيكون يعني الضعيف والعالي بيكونوا عاملين ازاي، بحيث ان انت تبقى عارف. طب اسعارهم بتبدأ منين؟ اسعارهم ممكن تلاقي زغلولين 300 جنيه، ممكن تلاقي زغلولين باكتر من 5-6 آلاف جنيه على حسب اللون، لو لون جديد، لو لون زي ما قلنا كده. كل سنة بيحصل تطور في الباب في المستوى وفي الالوان، يعني في حاجات زي الوايت سايد، جينو الوايت سايد ده زغلولين منه ممكن يوصلوا لاكتر من 10 آلاف جنيه واقل وازيد على حسب طبعا المستوى. في الوان تلاقي مثلا زغلولين ب 500 جنيه ب 300 جنيه وفي 3000 جنيه على حسب المستوى وعلى حسب اللون. طيب انا اعرف ازاي؟ تعرف عن طريق الخبره. الخبره كل واحد بيشوف حاجته حلوه، اللي بيبيع بيشوف حاجته حلوه. طيب انت هتشوف ايه؟ انت مش هتشوف حاجه لان انت مش عارف المواصفات المظبوطه اللي انت تشتري عن طريقها. فاتمنى يكون الفيديو وصل لك، ولو انت محتاج اي استفسار او اي سؤال اتمنى ان انت تسيبه في كومنت، ان شاء الله هرد عليك. واتمنى ان انت تعمل لايك للفيديو وتشير الفيديو علشان يوصل لغيرك. ولو انت مش مشترك ما تنساش الاشتراك في القناة. واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.